أهلا بكم. البداية مع العناوين. صفحة إشكال اللجان طويت لتفتح صفحات الاستثمار السياسي. نواب أمل أخطأوا، فماذا عن رئيس الكتائب؟ هل أسقطت السياسة الاستحقاق البلدي والاختياري قبل التمويل؟ إضراب موظفي أوجيرو مستمر رغم مناشدة الوزير القرم. أحد الشعانين وأسعار الشموع، الحل بغصن الزيتون. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على تويتر، فيسبوك، إنستغرام وأيضا تيك توك. نعم، حصل خطأ أمس في جلسة اللجان، ونعم حسنا فعل رئيس المجلس بالاتصال برئيس حزب الكتائب وبالطلب من معاونه السياسي علي حسن خليل تقديم الاعتذار إليه بمسعى من نائب رئيس المجلس. ونعم، نبش القبور الدائم في اتجاه واحد أمر مرفوض، والمصارحة للمسامحة بعد المراجعة ولو تأخرت كثيرا تبقى ضرورية اليوم أكثر من أي يوم مضى، حتى لا يتكرر المشهد المعيب الذي كثرت التأويلات في شأنه بين التضخيم والتصحيح. ولكن مهلا، أين كانت الحدية التي برزت اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب سامي الجميل يوم تجاوز الرئيس نبيه بري مثلا المادة 57 من الدستور حين وافقت غالبية المجلس على إعادة التصويت على قانون الانتخاب الذي رده رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بأكثرية مختلفة عن الواردة في الدستور؟ وأين كان الحرص على الدور والوجود يوم طالب النائب سامي الجميل الرئيس بري باعتماد نصاب 65 نائبا لانتخاب رئيس البلاد؟ وكيف كان سيهدد اليوم بتعطيل النصاب لمنع وصول مرشح 8 أذار لو أيده بري في مطلبه، عوض أن يرد عليه بمقولته الشهيرة مد إجرة من الشباك؟ وأين كان عنفوان النائب سامي الجميل اليوم يوم التحق حزبه بالتحالف الرباعي مع حزب الله عام 2005، ويوم قال والده الرئيس أمين الجميل في تصريح موثق أن السيد حسن نصر الله يذكره بالشيخ بيير الجميل المؤسس لناحية حرصه على الميثاق؟ نعم، أخطأ نواب حركة أمل أمس، ولكن نعم أيضا يكفي مزايدات من الكتائب أو غيرها من الأحزاب، فسجال الأمس عمليا طير الانتخابات البلدية والاختيارية حتى إشعار آخر، وهدد بوضع البلاد أمام فراغ جديد بلديا والأخطر اختياريا، حيث أن نهاية ولاية المخاتير ستحرم اللبنانيين من إصدار إخراجات القيد وسائر الوثائق الرسمية التي غالبا ما تبدأ بورقة مختار. والبداية قلوب ملياني، إشكال سامي الجميل علي حسن خليل تابع، هذا ما حصل أثناء اللجان النيابية، والتفاصيل في تقرير جورج عبود. انتقل الضجيج السياسي بخلفياته الطائفية والمذهبية من موضوع توقيت الساعة لقضية المس بالمؤدسات، فإشكال اللجان النيابية المشتركة وما تخلله من صراخ بين كل من النائب علي حسن خليل وسامي الجميل شكل محط تساؤل عند اللبنانيين حول من وماذا شتم حسن خليل. أحد الحاضرين النائب جميل السيد أكد التالي بتغريدة عبر تويتر: كنت بجلسة اللجان المشتركة اليوم، خلافا لما يشاع ولاسيما بعد التسجيلات المجهولة عن التعرض للصليب أو الدين، لم يكن السجال طائفيا ولا ورد فيه من النائبين الزميلين أي عبارة بتمس بالرموز والشعائر الدينية. مختصر الموضوع هو تجريح سياسي حاد النبرة، نفخ بالفتنة لا ينفع أحدا. ماذا في تفاصيل الإشكال؟ الجميل وأثناء المناقشة المحتدمة حول حقوق السحب الخاصة وإمكان استخدامها لتمويل الانتخابات البلدية توجه لحسن خليل قائلا: بستغرب كيف أنه حضرة الزميلة بيعطينا أمصولة بكيفية احترام الدستور والقوانين والقضاء،
غامزاً من أنه الأخير مطلوب بقضية انفجار مرفأ بيروت، فانفعل الخليل ورد على رئيس الكتائب قائلاً: أنت مجرم ابن مجرم ومن عيلة مجرمة. في حين وصف الجميل ما حصل بالتعدي على المقدسات، اكتفى بالقول: لن أدخل بتفاصيل الإشكال اللي حصل وسأضعه بعهدة الرئيس بره. عندها تحرك نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب، فتواصل مع بري وأطلعوا على التفاصيل، فبادر بعد مباشرة بري واتصل بالجميل مؤكدا له حرصه على المعالج. وعلى أثر هيدي الاتصالات زار أيضا بوصعب مقر حزب الكتائب بالصيفة، حيث اجتمع مع الجميل واتفق معه على طريقة معالجة الموضوع. ومن بعدها أجرى حسن خليل اتصال بالجميل بصفة رئيس حزب الكتائب واعتذر منه على الكلام اللي صدر عنه، وأكد خليل خلال الاتصال يلي شارك فيه بوصعب كامل احترامه للجميل ولحزب الكتائب. تمت الصلحة، ولكن بالرغم من ذلك عقد الجميل مؤتمر صحافي ببيت الكتائب لم يخلو من الاستثمار بالسياسة. اللي صار امبارح كان ممكن ياخد لبنان إلى مكان آخر، بسأل حالي لو نحن تصرفنا بطريقة مختلفة أو لو هالحدث ما صار معي أنا بشكل شخصي وصار في ردة فعل، ما بعرف لبنان وين كان موجود اليوم. وهيدي مش أول مرة، وهيدي مسار ممكن ياخذ البلد الى اماكن بحيالله لحظه من اللحظات الى اماكن خطيره. لحديت هيدي اللحظه وبكل محطه وبكل جلسه بمجلس النواب بنسمع كلام تخويني وبنسمع فتح لجروح الماضي. نحن بنرفض بعد اليوم أنه ينحكى هيدا الكلام قدامنا. هي مشهدية جديدة كان مسرحها المجلس النيابي، حيث انفجرت القلوب المليانة. لا يبقى السؤال: ما هي المحطة التالية؟ مصير الانتخابات البلدية والاختيارية يبدو دونه عقبات سياسية أكثر منها تمويلية واللوجستية. تقرير نورا زعيتر. على مسافة زمنية لا تتخطى الشهرين موعد استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، لا شيء في الأفق يدل على نية بعض الأطراف السياسية على إجرائها في موعدها سوى التصريحات الإعلامية. وجلسة اللجان المشتركة التي شهدت هرجاً ومرجاً على خلفية تمويلها آخر فصول مسرحية تمييع هذا الاستحقاق. فما هو مصير الانتخابات البلدية والاختيارية؟ إجراء، إرجاء أو إلغاء؟ قبل بدي أرجع شوي للانتخابات النيابية. ونحن بنعرف أنه المادة 17 من قانون البلديات تعتمد الانتخابات المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخابات أعضاء المجلس النيابي. أنا بوقتها قلت لازم يصير في انتخابات بلدية، ما لازم يتمدد سنة للانتخابات البلدية، وكنا وفرنا كتير على الدولة اللبنانية كل بشريا وماديا. مشان هيك تيتفضوا للانتخابات النيابية البلدية مددوا للانتخابات البلدية وعملوا الانتخابات النيابية لوحدها. كان لازم بوقتها تنعمل الانتخابات اثنين سوا. نحكي بكل صراحة، إن كان في انتخابات بلدية مفروض يجتمع مجلس النواب ليقر الاعتماد المطلوب، وإذا ما في انتخابات بلدية كمان مفروض يجتمع مجلس النواب ليمدد لأنون الانتخابات البلدية. بالحالتين لازم يجتمع. هلأ امبارح اختلفوا على موضوع حقوق أو حساب السحب الخاص اللي قدر نشيل منه واللي بسموه الاسدئر. في فريق قال أنه لا، فينا بدون ما يجتمع مجلس النواب مجلس الوزراء بيقرر هالموضوع. هذا هن بيعرفوا انه اذا عندهم جديه بالموضوع وما عندهم مشكله بالانتخابات النيابيه وهن جاهزين كسياسيين لمراقبه الانتخابات النيابيه البلديه بيقدروا يعملوها. وانا عرفت من وزاره الداخليه، وزير الداخليه وصرح اكثر من مره انه هو جاهز وحاضر للانتخابات. وهذا اللي بيخليك تشكي بالموضوع انه الاغلبيه تحت الطاولة ما بدهم انتخابات بلدية. شو السبب؟ السبب بدك تسأليهم لألهم. أنا ما بعرف شو السبب.
قلت لك وسبق قلت لك انه انا شكيت بالموضوع وقت وقت انعملت انتخابات نيابيه. كان فينا نعمل انتخابات بلديه. وفي وقت لا يزال هناك تعويل على تأمين الحكومة للتمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية، وهو ما يقارب 7 مليون دولار على غرار جوازات السفر وغيرها، ماذا عن الصعوبات اللوجستية؟ ما في شيء صعوبة أبدا، الكل مجهزين ومحضرين وراءن اللي بدهم كأعضاء بلديات أو كرؤساء بلديات أو كمساعدين. وين السهولة بالموضوع؟ سهولة الموضوع إنه مش بنهار واحد تنعمل الانتخابات البلدية، بيقدر يقسمها لثلاث مرات أربع. بال 2016 قسمت 8 محافظات، كل محافظتين انعملوا له انتخاب واحد. أنا وقت كنت وزير داخلية عملت بحدود 11 انتخاب بلدي فرعي وبلديات مستحدثة، رغم الوضع الأمني الصعب اللي كنا عايشين في ذاك الوقت. اليوم الوضع كتير ممتاز بالنسبة للوضع اللي كنت أنا فيه، حرب بطرابلس، حرب بسوريا، حرب قطع طرقات واختيارات مفخخة، ومخطوفين لبنانيين بأعزاز، وعملنا انتخابات 11 مرة لبلديات. لأنه أنا وكل وزير داخلية وكل سياسي لازم ما يقبل أن البلدية يستلموها السلطات الإدارية. وعن مخاطر عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، لا سيما في ظل الظروف الصعبة على كافة المستويات. هلأ إذا ما اجتمع مجلس النواب واختلفوا، هونيك المشكلة الكبيرة حول المخاطير. ما عاد في عنا البلديات بتضل بالحد الأدنى، السلطات الإدارية بتقوم بواجباتها، بس ما بعد في عنا مخاطير. يعني لما ما بيكون في مختار معناتها ما بقى في أوراق. إذا بدك تعملي باسبور بدك مختار، إذا بدك تتجوزي بدك مختار، إذا خلق ولد بدك مختار، إذا توفى واحد بدك مختار. كل نعم. هذه المختار هو الأساس. بقى المشكلة إنه إذا ما في مختار، ما في 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 إشكالية كبيرة حول هالموضوع هذا. أما البلديات إذا انحلت كلها البلديات، واليوم عندنا فوق المية بلدية منحلت عم بيديروها السلطات الإدارية، محافظ أو أي مقام، كيف بدها تنتج هاي البلدية؟ ونحن بنعرف إنه البلدية هي اليوم نحن بحاجة لها أكثر من أي وقت مضى. هذا ووفق أجواء باتت شبه مؤكدة، يعتزم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي إلى دعوة الهيئات الناخبة الاثنين الثالث من نيسان في حال لم تعقد قبل هذا التاريخ جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية. عادل يمين يكشف احتمالاً لا ثالث لهما في موضوع الانتخابات البلدية. ما عندنا غير حل من اثنين، اما بتتم الانتخابات وهيدا بيستلزم قرار من وزير الداخليه وهو يزمع ويعلن نيته باصداره، ولكن ايضا يستلزم مجموعه تدابير لوجستيه. اولا التمويل اللي هو عم بيقول حوالي 8 مليون دولار صح. امريكي كان حسب ما فهمت، بيستلزم لأنه في مليونين يمكن مقدمين من الجهات الدولية. أوكي، بس كله بس بد منه خالص، الحسبة منه خالصة عنده، بده مجموعة 8 مليون دولار مش متوفرين كلهم. تتوفرهم هال 8 مليون دولار، هلأ بنحكي شو لازم يتم. اثنين، أنت بحاجة لتكون دوائر النفوس فاتحة، دوائر النفوس والموظفين بإضراب متقطع مثل كل إدارات الدولة. ما بعرف قديش قدرانين يلبوا الإخراجات الأيد للمواطنين ليكونوا قدرانين يصوتوا، لأن بدك إخراج أيد أو تذكرة أو باسبور، هذا الشيء مش متوفر. ممكن هون يطلع ناس يقولوا لك ما قدرنا صوتنا، ما قدرنا حصلنا على إخراج أيد، ممكن هالشيء يسبب بالطعن بأماكن معينة بالانتخابات أمام الشورى الدولة. اثنين، بدك القضاة يكونوا مش معتكفين وحاضرين ومستعدين يكونوا جاهزين، بدك الموظفين وقت الانتخابات والتحضيرات للانتخابات يكونوا حاضرين. هاي التدابير اللوجستية بده يجاوب عليها وزير الداخلية بعد مراجعة الإدارات المختصة وبعد مراجعة المعنيين، تيتأكد إن كان قضاة إن كان موظفين إنه رح يكونوا مهما كان الوضع ومهما غليت تنكة البنزين ومهما صار بالعملة الوطنية بوقت الانتخابات يكونوا كلهم حاضرين وجاهزين. أما التدبير الثاني إذا بده يتم عبر قانون،
بدك جلسة تمديد تشريعية. يعني عم تحكي ولا نعم تمديد ولاية البار بدك جلسة البلدية. تشريعية ونرجع للدوام الزيت وهون بدك في رفض لعقد الجلسة النصاب اللي هو 65 نائب بالحد الأدنى عدا عن النصاب الميثاقي مع كل الهرج والمرج اللي صار باللجان. بعتقد وجهوا أسئلة لوزير الداخلية المفروض على ضوءها تجي أجوبة تجي إيضاحات على ضوء هالأسئلة. هل وزير الداخلية متأكد من أنه مأمن القضاة ومأمن الموظفين ومأمن دوائر الأحوال الشخصية مأمن كل التدابير اللوجستية؟ لا أصلا ما معه كتير ليجاوب بعد في مكسيموم 10 أيام. إيه هل 10 أيام؟ نعم. إيه بيكفوا يجاوب الحكومة بحالة ازدواجية. تبع أي أساس وزير الداخلية عم يقعد الناس بالانتخابات؟ ما بعرف. في أسرار اليوم ماذا سمع وليد جملاط في فرنسا؟ اعتبرت أوساط سياسية مسيحية أن حملة سامي الجميل على خلفية إشكال اللجان خلفيتها الوحيدة مزايدة معتادة على القوات. يمتنع غالبية الأفرقاء المسيحيين عن الإدلاء بمواقف مرتبطة بلقاء الصلاة ببكيركة الأربعاء المقبل. تتضارب المعطيات حول ما سمعه النائب السابق وليد جملاط في لقاءاته الفرنسية لكن تجمع على رفض السعودية ترشيح فرنجية. وفي تذكير اليوم الرئيس عون حذر من إهمال الاقتصاد المنتج منذ بداية عهده. فخامه الرئيس على مدى السنه اذا بدنا نلخص شوي المشهد اللبناني في صورتين باذهان العالم. اول صوره يلي صوره فخامتك وصوره الفريق السياسي يلي مؤيد لك يلي عم بيقول انه تحقق الكثير ولكن يبقى الكثير ايضا لتحقيقه، بس من دون اهمال انه في كثير امور تحققت صار لها سنوات طويله ما حدا حكي فيها مش بس ما تحققت. هيدا اول صوره كل الدوله كانت اكسبايرد ديت كلها عم ننفضها انتينه وجديد. هيدي لو عم تأسسها عن جديد كان أفضل ما أنك ترمم اللي منزوح حاليا. نعم هيدي أول صورة. في الصورة الثانية يلي بيروجوا للخصوم ويعني رح أنقل موقف نقلا عن أحد المناوئين للعهد ولفريقكم السياسي يلي قال أنه خلال هذه السنة يلي صار هو أنه العونيين باعوا السياسة الخارجية للبنان لحزب الله بمقابل أنه استبدل الفراغ الرئاسي بتركيبة عائلية بأصرب عبدة وبوزارة الخارجية. يعني هيدي الصورة الأقصى يعني بس أنا عم بقولها متمحية. وين التركيبة العائلية؟ يلي يحكى عنه مين التركيبة العائلية؟ أنا عم بنقل رأي المناوئين للعهد طبعا اللي بيضلوا يكرروا هيدي المعزوفة. يعني في صورة أنه عهد الإنجازات الذي حقق وسيحقق الكثير وفي صورة هيدي اللي عم بقول لك عنها. ماذا سيعمل في الأيام المقبلة لتعزيز الصورة الثانية على حساب الأولى؟ الأهم شيء بالنسبة لنا نحن هي معالجة الوضع الاقتصادي. نعم هلأ عم نعمل عملية مسح وكلفنا مؤسسة عالمية كثير معروفة انه تعمل عملية مسح للأوضاع الاقتصادية بلبنان وتحدد لنا شو هي القطاعات اللي فينا نحن نستثمر فيها. في قطاعات ما نصالح للاستثمار حتى نطلع من النظام الريعي للنظام المنتج اللي خرب الدنيا كلها. هيدا النظام حطوا مصرياتكم بالبنك وخدوا فايدة وحولوا لبنان لسوق استهلاكية. إيش شو بننتج نحن اليوم؟ وكيف سيحمل هذا الأمر؟ سكرت كل المصانع وهاجروا الناس خلص الطبقة الوسطى. بالانتقال إلى فقرة تاريخ اليوم هكذا أزعج أنور السادات سوريا. ب 29 أدار 1976 وبسياق المناكفات الدائمة بين مصر وسوريا اقترح الرئيس المصري أنور السادات إرسال قوات عربية إلى لبنان في خطوة لإزعاج دمشق يلي كانت تتأهب لإدخال قواتها رسميا إلى لبنان بعد ما تسللت إليه سابقا بشعارات فلسطينية مختلفة. وفيما كان الدخول السوري يصب في مصلحة الجبهة اللبنانية رحب جملاط بموقف السادات الرافض لاحتكار سوريا الملف اللبناني.
أيام تفصلنا عن أحد الشعانين لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، فكيف تراوحت أسعار الشمع هذا العام وهل كان الطلب كما كل عام؟ تقرير أدمى فرح. الأحد 2 نيسان تحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الشعانين، وتستذكر دخول يسوع المسيح إلى أورشليم كملك واستقبال الناس له بالهتافات وسعف النخل وأغصان الزيتون. وأبرز رموز الشعانين الشمعة يلي ما في غنى عنها لاسيما لدى الأطفال، إذ كل سنة بيكون في موديلات جديدة من الشمع يلي بيحمل الرموز الدينية، والشمع يلي بيحمل أسماء الأولاد لأشكال عديدة ومتنوعة من الشمع. ومع الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار، كيف تراوحت أسعار الشمع السنة وكيف الطلب عم بيكون؟ أسعار السنة الشعانينة مثل سنة الماضية هي عد، يعني كيف بدي فسري، عندك من النص دولار للخمسة ستة دولار سنة الماضية والقبلة، ومن سنين من قبل كان نفس الشيء. بس المشكلة السنة بقيمة الليرة اللبنانية، إنه الدولار عم يفرق كتير على الليرة اللبنانية، من هيك عم تكون الشمعة كتير غالية بالنسبة لهالأزمة وهالوضع اللي نحن فيه. عم ينطلب بعد مثل قبل بكثافة، يعني شمع بيرسوناليزي وشمع مزين، أو عم يكتفوا الناس يمكن أنه عطونا شمعة بيضاء ونحط لها غصن زيتون؟ أكيد مش مثل غير سنين، لأنه السنة يعني وضع مزرع على العالم كله، بقى لا اكيد عم ياخذوا الشمعه. ثلاث ارباع العالم بلا زينه وشمعه صغيره. ايه هلا الشمعه اجمالا 40 سنتي طولها، هلا السنه عم ياخذوها هيدا الحجم 20 سنتي، وعم ياخذوها هيدا الرفع 30 سنتي، بينما قبل كانت هيك. وبتفرق مدام كلود يمكن حسب اعمار الاولاد وحسب اذا كبروا وحسب كل هاي التفاصيل، وبتفرق حسب بيجيك العائله. ما خص لكن ما بتفرق. قبل كانوا ياخذوا الشمعه طول الولد لو كان صار عمره 10 سنين، السنه الوضع مزري، قصه هالدولار هو اللي هالك الدنيا. بدي اقول لهم للمسؤولين القبضيات يلي جربوا يغيروا عالم عقارب الساعة، كانوا غيروا عقارب الدولار. إذن بتبقى العبرة برمزية الشمعة يلي هي رمز النور، ويسوع نور العالم، وبإضاءة الشمعة يلتقي النور بالنور. وبأحد الشعانين سنبقى نهتف هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب رغم كل الظروف والأزمات. دعا وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم هيئة أوجيرو إلى تعليق الإضراب والتشاور واستئناف العمل، وأعلن أنه لا صلاحية له لزيادة رواتب الموظفين، والأمر منوط بقرار من مجلس الوزراء. باتت المطالبة بالحقوق في لبنان بمثابة المعارك، فللموظفين أريدكم أن تكونوا لي سندا لخوض هذه المعركة لكي نربحها مع بعضنا، بدلا من عرقلة الأمور وتعقيدها. فالوضع في لبنان لا يحتمل أن ينفصل عن العالم الخارجي، خاصة وأن معظم الأعمال متصلة بهذه الشبكة. وأنني أؤكد لكم أنني أرفض أي إضراب يتم خلال مراحل التواصل والبحث عن أبواب الحلول، فإنني أطلب منكم أن تستأنفوا عملكم، لأنني مثلكم أطالب بحقوقكم أمام الحكومة التي تتحمل هي المسؤولية هذا القرار. وأنا مدرك وعلى يقين بأن مطالبكم أكثر من محقة، وتوقفكم عن العمل يعني أنكم تتعمدون إضرار المصلحة العامة. وزير الصحة تسلم هبة دواء باكستانية، وأكد التعاون بين لبنان وباكستان في أكثر من مجال.
كنا عم نشوف مجالات التعاون بين لبنان وباكستان بهذا القطاع، وكان في مبادرة جدا ممتازة من الصناعيين هناك عبر تزويد لبنان بهالهبة اللي مألفة من كمية كبيرة من الأدوية الأمراض المزمنة اللي حتوزع يعني عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتدعم مشروع وزارة الصحة لمساعدة يعني الطبقات الأكثر هشاشة في لبنان. هيدي حتكون مش مبادرة فريدة، بل حيكون هنالك مبادرات مماثلة بالمستقبل، ونحن أكيد هيدي حتكون كتير مساعدة للتعاون اللي نحن عم بيكون بينه وبين باكستان، اللي هو مش بس عن طريق استيراد الأدوية، ولكن كذلك في مبادرات بالتعاون بين صناعة الدواء في لبنان وصناعة الدواء في باكستان، ليصير في تبادل خبرات وتعاون بهيدا الموضوع. فاصل أول ونعود بعدها. من الأو تي في نواصل النشر. رغم الظروف، افتتاح المصنع الدولي للأغذية والمشروبات. افتتح المصنع الدولي للأغذية والمشروبات بالمنطقة الصناعية بالحصون برعاية وزير الصناعة بحكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان، وبحضور وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال وليد نصار، والنواب شوق الدكاش، سيمو أبي رميا، زياد حواط. وقد استهل الحفل بالنشيد الوطني فكلمة ترحيب وعرض وثائقي يفند مراحل الإنتاج للمصنع الدولي للأغذية والمشروبات المطابق للمواصفات العالمية. ثم ألقى السيد ميشيل أبي رميا كلمة ألفية سألنا كثيرون لماذا المخاطرة بإقامة مصنع مكلف في هذه الظروف؟ جوابنا كان إننا نخاطر حين ننكفئ عن دعم مجتمعاتنا وعن تحقيق طموحاتنا وعن السعي إلى النجاح لكي تنهض بيئتنا معنا. وبات هدفنا دخول الأسواق الأوروبية والعالمية، ولدينا اليوم شهادة ايزو 22000 وشهادة أخرى هي الأهم أوروبياً، FSSC أي شهادة سلامة الغذاء. يؤمن المصنع فرص عمل للشباب اللبناني، فيرسخ الإنسان في أرضه، ويمنع النزوح إلى المدن أولا والهجرة إلى الخارج ثانيا. يبقى عدو الصناعي الأول عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وفي مرحلة يلتهم فيها الفراغ والتعطيل كل الدولة، اخترنا المواجهة الإيجابية وربحنا الرهان. استحصلنا على التراخيص بفضل من يرغب بالعمل لتحقيق المصالح العام كالمسؤولين الموجودين بيننا، وها نحن انطلقنا، ونعدكم أن نكون على مستوى التحديات. هذا وشددت الكلمات على أهمية دعم الشباب اللبناني والحرص على الإنماء. مجدداً اليوم وعبر إطلاق مشروع IFFB للصناعات الغذائية والمشروبات، ومن خلال صناعة نظيفة ومعايير عالمية تحاكي الواقع البيئي والجغرافي، نستكمل مسيرة النهوض الصناعي في قضاء جبيل. وهنا لابد لنا أن نطلب ونطالب من جميع الإدارات والوزارات أن تتعاون وتدعم المشاريع الناشئة لدعم الصناعة التي تساعد على زيادة الإنتاجية والتصدير. بتمنى أنه تكون هالعمل اللي عم بيقوم فيه ميشيل أبي رميا وهالجرأة وهالمخاطرة مثل ما قالت المدام، هيدي بتكون كمان حافز كتير مهم للبنانية اللي عم تخلق فرص عمل للشابات والشباب بلبنان، وهيدي الشغلة اللي نحن بدنا اياها. يعني بنقول نحن عايشين بظلمة، بس بفتكر اليوم هذا المصنع هون هو شمعة عم نضويها، مثل ما عم نشتغل نحن بوزاراتنا باعتمادات شبه معدومة، عم نقدر نقاوم ونشتغل ونساعد. لا أتفاجأ بالاستثمار الذي قام به السيد أبي رميا وشركائه بكلفة ملايين الدولارات في زمن اقتصادي صعب وأزمة سياسية أكثر صعوبة في لبنان، ومع ذلك لم يتردد، ف
فقرر وصمم وخطط واندفع باتجاه قطاع واعد له باع طويلة وخبرة مميزة فيه. لقد لاحظت مدى مهارته وزملائه الصناعيين في معرض دبي قبل شهر تقريبا. وجاري الحاضرون على المصنع للاطلاع على أقسام وتجهيزات اللوجستية، حيث استمعوا إلى شرح مدير المصنع بيتر أبيراميا المفصل حول خطوط الإنتاج والالتزام بمعايير الجودة العالمية وتطبيق المواصفات الأوروبية والدولية. شاركت السيدة كلورين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في اختتام مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة، والذي يهدف إلى تعزيز المساواة الكاملة وغير المشروطة بين الرجل والمرأة في لبنان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتضمن ثلاثة مكونات أساسية للنهوض بأوضاع المرأة في لبنان: الأول برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الثاني يهدف إلى بناء قدرات المهنيين القانونيين وتعزيز الآليات القانونية التي تعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، أما المكون الثالث فيتضمن تطوير مشروع مرصد المساواة بين الجنسين في لبنان 2022-2023 الذي تشرف عليه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والذي تنفذه. كذلك أبرزت الدراسة التي أنجزت حول تعزيز الوصول إلى العدالة للناجيات عن العنف الأسري باعتماد مقاربة عملية، أهمية تفسير النصوص القانونية بالاستناد إلى روحية القانون وعدم الاكتفاء بحلفيته. وقد نجح هذا المشروع في اكتساب مجموعة من المحامين والمحاميات الذين اتبعوا دورات متخصصة في مقاربة القضايا التي يثار فيها موضوع العنف ضد المرأة، الأدوات والحجج القانونية لإقناع القضاة بإنصاف الناجيات من العنف الأسري أيا كان القانون المدني أو قانون الأحوال الشخصية الذي يجري تطبيقه. وينبغي للسياسات المستقبلية التي سوف يتم اعتمادها للنهوض بأوضاع المرأة أن تستفيد من الخلاصات التي توصلت إليها الدراستان. وسوف تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كي لا يتوقف مشروع توفير خدمات المحامين المتخصصين لضحايا العنف الأسري أمام المحاكم المدنية والطائفية. فاصل ثاني. وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة حول منح السعودية صفة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون، كما اتفق المجلس على تفويض وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بالتباحث مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية موقع لاستكمال الإجراءات النظامية. أخبار الرياضة مع إلي نصر. حقق فريق الانعاش الاجتماعي أنيت تاني الترتيب مفاجأة كبيرة بالمرحلة العاشرة من بطولة لبنان للفوليبول بيفوزوا على ضيفه سبيدبول شكا المتصدر 3-0 بالمباراة اللي جمعتهم بقاعة نادي الشباب البترون، وألحق الخسارة الأولى بحامل اللقب هالموسم بعد 9 انتصارات. الأشواط انتهت لمصلحة الربحان 25-16 25-22 و25-20. هالفوز هو التاسع على أنيت مقابل خسارتين، بينما لقي سبيدبول خسارته الأولى مقابل 9 انتصارات. بقاعة مجمع ميشيل المر الأنوار جديدة ثالث الترتيب ربح الرياضي المتين 3-0 25-16 25-8 و25-15، وهذا الفوز الثامن للأنوار مقابل خسارتين، بينما لقي الرياضي المتين خسارته الثامنة مقابل انتصارين. بقاعة المينا الرياضية خسر الزهرة المينا قدام ضيفه الشباب البترون الرابع 1-3 22-25 19-25 25-18 و19-25، وهو الفوز الثامن للشباب البترون مقابل 3 خسارات، بينما موني الزهرة بخسارته السادسة مقابل 4 انتصارات. بمجمع الرئيس أمين لحود الرياضي العسكري خسر الجيش اللبناني قدام النجوم جوني 1-3 25-23 22-25 21-25 و23-25، وهو الفوز السابع للنجوم مقابل 3 خسارات، بينما لقي الجيش خسارته الرابعة مقابل 6 انتصارات. بقاعة نور سافن بالألمون، الألمون ربح الشبيبة البوشرية 3-0 25-19
11-25-9 و25-22 والفوز هو الثالث للألمون مقابل 7 خسارات، بينما موني البوشرية بخسارته 9 مقابل انتصار واحد. اختتمت بطولة غرب آسيا بالبينج بونج اللي أجريت بالسليمانية بالعراق والمؤهلة لنهائيات آسيا، حيث استطاع منتخب لبنان تحت 15 سنة للإناث التأهل لنهائيات آسيا بعد ما احتل المركز الثاني بالبطولة. وتأهل لبنان بعد فوزه على الأردن 3-0، حيث فازت ياسمين الهبش 3-1، بسانشيري 3-1، وسدرة الحسن 3-1. لبنان ربح الكويت 3-0، ياسمين الهبش ربحت 3-0، بسانشيري 3-0، وسدرة الحسن 3-1. لبنان خسر بالنهائي قدام العراق 1-3، حيث فازت بيسان شيري 3-1. كما أحرزت أنيسات لبنان تحت 19 سنة المركز الثالث، ومثل لبنان مريم الهبش، فاطمة الدقدوقي، سدرة الحسن، ياسمين الهبش، وبيسان شيري. وواكب البعثة اللبنانية رئيس الاتحاد ونائب رئيس اتحاد غرب آسيا جورج كوبالي، بذكر أنه على هامش البطولة حضر كوبالي اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا يلي صدرت عنه مقررات أبرزها استضافة لبنان بطولة أندية غرب آسيا وبطولة الرواد، مع العلم أنه لبنان رح يستضيف أيضا بطولة الأندية العربية وبطولة العرب. أخبار طقس مع نرمين. مساء الخير. منخفض جوي عم بيسيطر على أجواءنا، جونا إذن ماطر عاصف وبارد نسبيا، بيستمر حتى يوم الجمعة، حيث بيبدأ بالانحسار التدريجي بدءا من فترة بعد الظهر. إذن جونا لبكرة غائم وماطر، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال وعكار عم تسجل 12 درجة، طرابلس 15، العاصمة بيروت عم تسجل 14 درجة، والسور 15. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 8 درجات، اللقلوق 3 درجات، زحل 8، وجزين أيضا 8 درجات. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل لل 85%، الريح سطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 وبتوصل لل 50 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمرتفع الموج. إذا شيل الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة، للخميس جونا غائم وماطر، الثلوج بتلامس ال 1600 متر، بتخف حدة الأمطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات، أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا أقصاها 14 درجة. للجمعة جونا غائم جزئيا مع أمطار صباحية بالمناطق الشمالية وثلوج خفيفة على ارتفاع ال 1500 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا بعد الظهر ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا أيضا 14 درجة. للسبت جونا غائم جزئيا متقلب صباحا ودرجات الحرارة بترتفع ل 18 درجة، أما للأحد جونا قليل الغيوم ما تدل مع ارتفاع أيضا بدرجات الحرارة ل 19 درجة أقصاها ساحلا. إذا وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقوني بكرة بذات الوقت وبنشرة جديدة، تصبحوا على خير. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع تواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.